اول برايم كان لإلي مثل صدمه، اول مره بطلع مع فنان كبير مثل وائل كفوري، واول مره بشوف جمهور هالقد كبير وهالقد في حماس. صراحه كنت كثير خايف وحس المسؤوليه بشكل ما بينوصف، وكان بدي اوصل كل صوتي وكل اللي عندي قد ما فيي. حسيت بمسؤوليه بس وقفت على المسرح، لانه حسيت انه بعد في اشياء كثير ناطرتني، بعد في كثير فنانين بدي اغني معهم، في حياه بالاكاديمي ناطرتني 4 اشهر، يعني مش مده هينه ابدا، مده طويله. اول نهار بالاكاديمي كان كثير غريب، كان بدي اقعد بكل مطرح يمكن 3 4 ساعات لاشبع منه، قد ما كان شيء كثير جديد علي. وفكره اني رح اعيش بهالاكاديمي 4 اشهر، حس انه صدق انه انا موجود بالاكاديمي بستار أكاديمي، يعني كان شيء بمثابه حلم لإلي، الا لفت وكذا تعودت مع الوقت، لقدرت استوعبت انه انا وين وباي اكسبيرينس. ف كانت التجربه غريبه، لانه عايش مع 17 شخص غريبين، من غير تفكير، من غير ثقافات، من غير بيئه. يمكن تاقلمنا بسرعه لانه حبينا بعضنا بسرعه، وصرنا اصحاب وصرنا مثل عائله. يعني اوضه المسرح هي احلى مطرح بالاكاديمي بالنسبه لإلي، لانه كان فيها بيانو وانا كثير بحب اقعد على البيانو، وهي المطرح الاقرب للموسيقى. يعني هي شو ما كان بدي اسمع، شو ما كان بدي اعمل، بدي غني، اوضه المسرح هي كانت على طول موجوده. اكيد ما طلعت ولا مره نوميني، لانه اشتغلت على حالي، لانه حبيت اني اجتهد وحبيت اني اتعلم. لا صراحه ماني حابب كنت اختبر شعور النومينيشن، لانه كنت حابب بيقطعوا كل البرايمات. يعني كنت بحال اذا بدي اوصل فاينل بلا ولا نومينيشن، يعني انا كنت مقرر قبل ما فوت انه ما بدي اطلع ولا مره نوميني. مرتين توب 1، 4 مرات توب 2 ورا بعضهم، ولا مره نوميني. بدها لا بالسنه. ستار أكاديمي باختصار حلم، فرصة، تأقلم، شهرة.